السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم علي الجودة من قناة فيش اتش دي، واليوم رايحين نثبت لابتوب وحلقات حق رمضان راح نصورها ان شاء الله، وتعرف على كرو الرحلة طبعا ناخذ براش ديون اليوم، ولاول مرة عبد الله فيصل، ولاول مرة فهد اعتقد اول مرة من قبل يا شوفوا الحلقات اللي راحت ابو جمال معروف مي اللي حق شو اسمه قطعت يرود حق الحلالي حق البراد اي جبت يا حي اهم شيء نعم اهم شيء اهم شيء طبعا البرنامج راح يكون حدوق راح اسوي جيجنج شوي واليوم الهواء غربي ان شاء الله مثل مويات ضربه تمس نقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله مكان المحدق ان شاء الله الشباب جاوب بسرعه طبعا حاليا يتصدر الصيد وليد هلا هلا تصدر ثلاثه انا حسب اللي صيد وايد اكو اكل القفان كم ان شاء الله الاخير لا انا مفاد الاول جاعل جمال هناك عد فيديو ما نعيد هنا حب الفضايح طبعا الحين نحرق ربيان على صنارة الديوة ربيان هذا يا جماعة مليار مصده قلنا لكم عنه واحد اثنين نزل ثمانية هذه نزل بخيط 10 ملي حد صغير انطر نشوف لحين ما في نجد جماعة شكلك نحس بحسب الثاني احسن بدا شوف الخيط توه ها بدا يا سلام طفت مي والله ما عندي رش شنو قرقر على شوي قرقر يعني جات لي جوده من عندي يا مش على اللون ام اللبن اوبا مصدل احسن ابو فهد شوف شايب يا بخشين زوين حق المقلي خش ابو جمال سكيتي لا كنا هذه اللي ردها ابو فهد يا الله اكبر هذا قلت قفون كذا تقليهم فيها اكبر ها اوه تقليهم جامبو ما علي ما علي 200 ريال نقد نقد اوب اي مو على السيارة قال عندي 200 ريال انا والدي هذا اقوى من مساعي اي هاي زين شوف هذا حق حلاق هني زين وطويل اوف لو تقصرها بعد تقدر هاي زين حق هني شكله صار مقبول شنو ذي يا جماعة؟ أوه من لبن طيبة 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 هو في الحبل ذي كبار ما شاء الله لك ما تشوفها شو متفاه؟ لا رجال الجودر بتجيب لنا 1000 سمكة شو الحبل يا جماعة شو الحبل؟ تدلق تدلق
تدري هلا ترفع يده فوق احسن ولو ترقفون استمتع فهد استمتع في الشمس كبار الحين تمشون يرقفونه اول مره اجرب السناره بس خلاص ايدش الرنج خفيفة يبدأ بالهن ليش ولا ذي شنو حرير ذي حرير حرير اقوى من الخيط بس انه اي حق في شيء اي حق شيء تسهل نصلي بعدها راح نحضر جمال شايب يرقفان زين يا جماعة هذي زين لا غير في مقاومة ذي سارة ورقفونه نيسر يا ابو جمال ولد السطر ولد شوي قول لك صج بوله هذه طيب فتش
تونة ذي؟ مال تونة اي. اوه يا حالة تونة بعد؟ لا لا هاي عفر هاي قصق فهد مال الفندق جوا يا جماعة. اوه ديكورات هاي سمونا السكوت تحطها كذي وتشيح عليك توكلهم. اوه بعد شنو ذي؟ اشكال زوجتك من هذا عينك تقص ما تهدري ما تهدري ما تهدري ما راحت عليك وما نبي نعلمهم وما نفكت عنها ما اعرف لا ما اعرف اي على لعبات كذي ولا عارف واحد فيها شلون تشوف الفيديو عيل لا ما ادري عنه سلام رحلتنا الحمد لله رب العالمين وصلنا اليوم صدق زين يا جماعة اللوجة من 25 لتر فيها ربع مخلوط أسكر هالسوالف وتشرفنا بالشباب اليوم يلا فيصل يا هلا يا هلا والله راشد فهد جمال كوبوي اليوم اوه يسال لي طبعا جندوغس ما كان امر لايك سبسكرايب للقناة وشوفكم على خير ومع السلامة.